الأسباب طبعا كثيرة ومتعددة ومتنوعة للتسيب بالمدارس عموم العراق. طيب، لكن احنا نشخص العراق او وزارة التربية تفتقد، وكل العراق بالحقيقة ليست فقط وزارة التربية، احنا ما عندنا مؤسسات. وهذا الخلل الرئيسي، مؤسسة تضع برنامج طريقة ترغيب الطالب، طريقة جلب الطالب للدراسة، طريقة التوعية لهذا الطالب، شلون اعداده اعداد جيد حتى يكون بناء وفعال بالمجتمع. تدري انت هواية اشياء تأثر الان الاولاد الصغار والطلاب، السوشيال ميديا تأثر عليهم. يعني احنا كل فترة من الفترات مثلا وزير التربية او وزيرة التربية 4 ملفات 5 فساد الى اخره، هاي كلها جاي تأثر. التزوير اللي موجود عند غالبية المسؤولين بالحقيقة هذا إيه مؤثر، زائدا اعداد ماكو. لاحظ انت المنهج التربوي ما موجود، لا خلال التربيات اللي موجودة بالمحافظات عدت هي منهج تربوي، ولا انه وزارة عندها منهج لبناء هذا الانسان. الطفل ماكو منهج يبنيه.